اليوم معي رندا فهد بي ايت سمارت، موضوعنا عن القهوه بظل في دراسات جديده، خاصه رندا بضل عندها اخبار جديده، فراح نشوف هالقهوه لازم نخففها ولا بنضلنا ناخذها بالكميات اللي نحن معودين نتناولها. واكيد رح نحكي عن انواع القهوه. بدي كمان اذكر برقم التليفون 04444444 اذا عندكم اي اتصال، وبنذكركم بمسابقه باري لايت. هلا رندا بتعطينا السؤال، عندكم مهله لبكره تتحطوا جوابكم على صفحة الفيسبوك، وأكيد نتسمع على خبرية لليوم. بونجور رندا. صباح الخير تينا. كل هول بدنا نعمله بربع ساعة، يلا لنبلش ركض. لكن أول شيء عنا المسابقة مثل ما قلتي، لكن سؤالنا أي في فيتامين سي أكثر، هل هي الجوافة أم الراسبري؟ طبعا كمان أنت قلتي المشاهدين من اليوم لبكرة بعد فيهم يجاوبوا على فيسبوك بيجز ام تي في الايف أو دي سي دي سي أو باري لايت هيلث سنتر. بكرة أكيد في عنا رابح أما رابحة ليأخذوا أكلاتهم من مطابخ باري لايت. نعم. خبريتي اليوم هي عن الفيتامين كي. تينا الفيتامين كي هو فيتامين كتير مهم، وهو فيتامين موجود بقلب كل شيء لونه أخضر، يعني البقدونس، الركة، الزعتر، السبانغ. والفيتامين كي موجود كمان بالكيل وبالخس الميل اللي هي نحن بنكبها، الأخضر اللي برا ما بنحبه، فدائما أنا بنصح العالم يكونوا عم يضلوا ياخذوا. وهي موجودة كمان بالحقيقة بزيت الزيتون. هلا زيت الزيتون. طب لبنان ما فينا نقول انه عندنا نقص بالفيتامين كي؟ هلا بالاجمال مش مفروض يكون عندنا نقص بالفيتامين كي، ولكن بهذه الدراسه بينت انه كثير من المراهقين عم يكون عندهم نقص بالفيتامين كي. أوكي. والمراهقين اللي هن عم يبتعدوا، بعدنا عم نحكي عن السرعه. نعم. هلا تحت الهواء انا وانت، الاكل السريع، الاكل السريع، فعم يبتعدوا بهالوقت على كل شيء من هو اللي لونه اخضر، خاصه هو اللي بدهم صحن، يعني ما فينا 100% نحملها ونمشي، بدك تقعدي تاكلي. وبده كمان مين يكون عم يحضر لك اياهم كمان، وبده كمان واحد يكون غسيل 100% وعم يتعود عليهم واحد من هو صغير يضل عم ياكلهم. هلا المشكل مش هون، المشكل انه بدراسه ل 766 مراهق ومراهقه بين انه الاشخاص منهم اللي هن ما عم يتناولوا كميه كافيه من الفيتامين كي طلع عندهم تضخم بميل الشمال من القلب، الميل الشمال اللي بتضخ. فاذا هون صار في، بعد ما عملوا ايكوغرافي شافوا انه هالميله هي متضخمه، وبالحقيقه هالميله هي بتتضخم عند الاشخاص اللي هن بيكون عندهم مشاكل بالضغط المرتفع. أوكي. وهذا الشيء يؤثر سلبا على القلب. أكيد. فشوفي كيف الفيتامين كي اللي هي مفروض تاثر ايجابا على عظامنا، على قلبنا، هون غير مباشرة أثر. اكزاكتلي. فالأشخاص اللي عم ياكلوا خصوصا المراهقين أقل عم يتأثر قلبهم بطريقة سلبية، فدراسة كثير قوية لترجع تشجع الأهل إنه يعودوا أولادهم إنه يحضروا لهم، إنه يكون حاضر بالبيت الأشياء اللي هي الورقية الخضراء المأكولات، ويكونوا من هن وصغار عم يعودوهم ياكلوا. كميات كافية من خلال التغذية 100% 100%، وما بدنا كميات كبيرة. نعم. المهم تكون عم تدخل يوميا بقلب بأكلتنا. نعم. اليومية. حلو. القهوة، القهوة كنت عم تقولي تينا إنه فإذا بنكمل ناخد اللي بناخد حسب نحن شو عم ناخد، هل نحن عم ناخد كمية كتير كبيرة أما كمية كتير قليلة؟ بالحقيقة الدراسات اللي عم بحكي عنها هي دراسات تحكي على 4 فنجين من القهوة يوميا. أي أنواع؟ هلا أول شيء لأقول إنه ال4 فنجين هن معتدل 4 فنجين، يعني في عالم مثل ما قلنا بياخذوا أقل، في عالم بياخذوا أكثر، ولكن ال4 فنجين هن آمنين سيف. أوكي. أي قهوة عم تحكي؟ اليوم بدي أحط حقائق عن القهوة وأوضح كثير أشياء. منا وقت عم نحكي عن القهوة هي بالإجمال نحن بنحكي قهوه يعني كافيين. نعم. وفنجان القهوه اللي هو يمكن يكون بفنجان الاسبريسو، يمكن يكون بفنجان القهوه العربي، يمكن يكون فنجان عاملين نحن ماج حاطين فيه حليب وحاطين فيه ملعقه من القهوه اللي نحن بنستعملها السريعه، فتقريبا رح احط حتى ما فوت بارقام اقل واكثر، هولي كل وحده فيهم بتحتوي على 100 ملي جرام من الكافيين. هلا فاذا ال4 فنجين قهوه يعني بيحتوي على تقريبا 400 ملغ من الكافيين. القهوه الديكاف هيدي اول حقيقه، القهوه الديكاف الا ما تحتوي شويه كافيين. نعم. بالقليل بتحتوي على 5 ملغ من الكافيين. أوكي.
ولكن مش كل القهوة اللي بنسمع انها ديكاف هي ما بتحتوي كافيين، يعني الا ما يكون في اوقات في كميات كثير اكثر حسب هي كيف عم تتحضر. فأكترية الاوقات هي مخففه، هي مخففه بس مزبوط. ما فينا ناكد انه هي 100% خاليه. وبعد شوي رح احكي هون اذا واحد ما بده ياخذ كافيين ليش، لانه الكافيين بتاثر عليه سلبا بطريقه معينه. نعم. حقيقة تانية إنه الكافيين نحن بعد ما نشربه، فإذا شربنا القهوة بعد 10 دقائق ببلش يبين مفعوله. رح أعطي أقوى مفعول هو كيف هو بنشط وبيخلي العقل يقدر يركز. مثلي ومثلك هلأ يعني 100%. شرب قهوة بعد اليوم؟ أكيد شرب قهوة. هلأ كمان دراسة، هاي شغلة مش عاطلة 100%. هيدي قدي بتضاين، قدي بتضاين. هلأ اول شغله هي بتاثر عند الرجال اكثر من النساء. فاذا دائما دراسات القهوه بتبين انه الرجال بيبقى عندهم من وراء القهوه نشاط اكثر وتركيز اكثر من النساء. هي واحد. هلا هذا الشيء بيعني انه السيدات ممكن بيسمح لهم يتناولوا قهوه اكثر او لا مش ضروري، لانه بعدين بدي احكي لانه كمان قديش بدنا نشرب قهوه بيعتمد على, على 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 العمر، على اذا امراه اما رجل والى اخره. المرأة اللي كنت عم أقول في مفارقة إنه ديكافينيتد بنشطها أكثر من الرجال وبنشطها مع إنه هو مبدئياً ما في كافيين. أوكي. مشان ما نعرف بالإجمال ليش، بس في من أحد الأسباب إنه هو واحد نفسياً في حس حاله إنه منشط شوية بلاسيبو يعني، وهالشيء مضبوط فيكون عم يساعد. هلا تأثير القهوة كنت عم تقولي تينا قديش بيضاين. فتأثير القهوة فيكون عم يضاين 2 لـ3 ساعات أو فيكون عم يضاين 5 لـ6 ساعات. وهالشي بيتأثر حسب عمر الشخص، حسب أنت قديش حساسة على القهوة، وحسب قديش الميتابوليزم الجسم عم يحرق أو عم يحرق. فإذا هون طريقة تفاعل الجسم على القهوة بتختلف، يعني إذا الواحد عود جسمه على كافيين بيصير يتأثر أقل؟ سؤال كتير حلو، ولا جاوب على هالسؤال رح أحكي عن تأثير القهوة الإيجابي لإنقاص الوزن ولحرق الدهنيات. هل القهوة بتساعد؟ وجوابه هو إيه؟ نعم. هلا بتعلي الميتابوليزم القهوة، بينت الأشخاص الأوبيز بتعلي لهم قديش بيحرق جسمه بنسبة 10%، أشخاص الضعاف بتعلي لهم قد بيحرق جسمه بنسبة 25%. عشان هيك بتشوف الضعاف اللي بيشربوا قهوة كثير بيضلوا كثير ضعاف، لأنه عم تعلي الميتابوليزم. بصيروا مسمسمين كمان شوي شوي. أنا رح أحكي على السمسم، رح أحكي عن هالموضوع. شفتي القهوة ما بنشوف الناصحين مسمسمين. بتشوفي بالقهوة في كثير خبريات نقدر نحكي عنها. وتحت الهواء رح أرجع خبرك. فهون كنت عم بحكي انه على الميتابوليزم، ولكن دراسات بينت بيأثر بالضعيف اكثر من مزبوط، وبعد فتره ما بيقعد ياثر كثير. مشان بيتعود الجسم، بيتعود الجسم. مشان هيك كمان بتشوفي كثير من ادويه التضعيف بتحتوي على كافيين. فاذا واحد ما بياخذ كافيين وعم يبلش ياخذ كافيين اكيد رح تاثر فيه بطريقه كثير اكثر. وبتاثر هون بحرق الدهنيات، لكن بتطلع هي الدهنيات من الخلايا بتظهرهم. و في اشخاص بيعتمدوا الكافيين تيضعفوا. بتشوفي هيك حالات؟ طبعا. وهيدي وسيله صحيه؟ هلا انا اكيد لا، اذا تجاوزنا الـ4 كبايات بالنهار، لانه اذا نحن اكثر من 4 كبايات اكثر من 400 ملي جرام من الكافيين بالنهار، طبعا رح نرجع نشوف بعد شوي على نشوف المشاكل الثانيه. نعم. فنحن قلنا كيف هيدي القهوه حرقت الدهنيات. طب وقتها تحرق الدهنيات شو عم بيصير؟ عم يظهروا الدهنيات لبرا، عم يتحولوا للجسم ليشيلهم لطاقه. مشان هيك كمان بتشوفي عند الرياضيين كمان بيتناولوا القهوه لاعطائهم طاقه. طبعا الرياضيين في فحص معين، ولازم يكون عندهم كميه معينه ما يعلو عنا من تناول الكافيين اكيد لياخذوا الطاقه، لانه بصير يعتبر منشط 100%. فاذا عم نشوف هون انه في حسنات. هلا كمان من حسنات الكافيين بطريقه كثير كبيره هي تاثيرها الايجابي للدماغ. فنحن قلنا نشطت، هي زبطت المود. بدنا ننتبه تينا، المود بيزبط مع القهوه، بيروق المزاج. عم نحكي هلا على التعصيب، في فرق بين يروق المزاج والانكزايتي.
رح ارجع احكي عن الانكزايتي بعد شوي. فاذا بيروق المزاج على القهوه بتنشط، ونفس الوقت بين دراسات القهوه انها مهمه خصوصا للكبار بالعمر ضد الخرف وديمنشيا ومرض الالزهايمر. سو هون بعدنا عم نحكي عن الوعي. مزبوط. فهي نشط. بنفس الطريقه كمان بينت انه هي عم توطي اللي معه سكري تايب 2 دايابيتس، سكري فئه 2. ليش؟ لأنه هي شغلها للسكري شغلها ضد الخرف، هي لأنه في عنا بروتينات سامة بالجسم ما بتخلي الكافيين ما بتخليهم يعلو. أوكي. فإذا عنا شيء إيجابي. هلأ بدي أحكي كمان على كنت عم تذكري أنواع القهوة قبل ما أحكي على كمل بالإيجابيات. بأنواع القهوة، وقتها تكون القهوة مثل ما بنشربها نحن إذا قلنا على اللبناني، أو وقتها تكون الإسبريسو، أو وقتها تكون البريس فرنش بريس دغري بنضغطها وبنشربها، هيدي القهوة بتحتوي على مادة اللي هي الكافيستول. هيدي مادة بتعلي الكوليسترول، فإذا هون بدنا ننتبه لها. ليه؟ لأنها موجودة بالفنجان. موجودة بقلب القهوة. مزبوط. بينما القهوة اللي هي مفلترة، البرود أند فلتر، مزبوط، فلتر كافي، بتكون هالمادة عم تتفلتر منها، عم تنشال منها، فهيديك القهوة ما بتعلي الكوليسترول. أوكي. فإذا هون كمان بدنا ننتبه، مشان هيك عم نحكي تينا، بناخذ شوي فاين، بس بناخذ أكثر معقول يكون عندنا مساوئ ثانية. هلا الحلو كمان بالدراسات بينت إنه القهوة مثل الشاي بتقدر تحمي الكبد. فاذا هاي الموسيقى لإلي؟ انا لا 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 عم بيعطوكي مود مع القهوة. اوقات عم يحطوا لي موسيقى ليقولوا لي رندا شهله بالحديث بقى، بس هيك حبيت اعرف. فهون هي عم تكون القهوه عم تحمي الكبد مثل ما قلنا، كمان شغله لها ايجابياتها. هلا هول الايجابيات كمان نحن عم نعرف انه في تحاليل عم تقول انه القهوه منيحه لمريض الباركنسون. لا، اليوم اللي بدي اقوله انه اخر دراسات بينت انه على المدى الطويل لا، القهوه ما عم تساعد مريض الباركنسون. ما في انهي حلقتي ما اقول عن شوي مساوئ القهوه. طبعا الانسان اللي عنده ضغط مرتفع بده ينتبه من تناول القهوه. الانسان اللي عنده مشكله الرفلكس ومشاكل الحريق ومشاكل اسيد بالمعده بده ينتبه من القهوه. القهوه صحيح بتظبط المود، ولكن اللي عنده مشكله انزايتي ما بيقدر ينام بالليل، هالحوصان لا، القهوه عم تعلي كثير من الهرمونات، من الابينفرين والكورتيزول، بتزيد هي بتزيد مشكله الانكزايتي. فهون هالشخص كمان بده ينتبه لها. الاشخاص اللي هن ما بيناموا منيح بالليل ما لازم ياخذوا قهوه بعد الساعه 2 بعد الظهر، فاذا لما يقلقوا فاذا في حسنات وفي سيئات. نحن هون بدنا نقرر نعمل بالانس فيهم، ونتذكر مش اكثر من 4 فناجين ماكسيموم بالنهار. يعني موضوع القهوه كبير، وبحس بهم كثير من الناس. 100% نرجع نحكي عنه اكيد بحلقات قادمه رندا. على الاكيد رح ناخذ بريك ونحن مكفيين سوا نهارنا.